السلام عليكم ومرحبا جميعا في ملخص نهائيات السترايك أرابيا. شفنا ثلاث مباريات best of five من الثلاث مناطق العربية اللي عنا. الرحلة ما خلصت بالنسبة لهذه الفرق ورح تستمر في الفيرست سترايك ابتداء من تاريخ 3 ديسمبر. للآن خلونا نلقي نظرة مع بعض على أبرز لحظات الأسبوع الرابع. احاول يدخل التشيك ولكن مس شوت والدخله من ار في ان ممكن يجيب الكل. هل دانسي ما زال عايش؟ دخل خالد جاب الكل وشكل ثانيه ولكن فرانكي وزينوس ماذا يحصل؟ زينوس صفتهم واحد ورا الثاني اصبحت واحد على واحد. زينوس لو اتش بي 30 ثانيه اخ انا ارتفع ضغطي ما بالك اللعيبه. نشوف الوحيد ملك الكوكب جيم سنس عدمه حينتظر متوقع البوش. يا الله مين يجيبها؟ لا 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 شوف تشيك موجود تظهر في بيك من فرانك ولكن الفلاش موجود ولكن تشيك فليك ولا اروع والدخول الان ممكن يكون على البوم سايد بي ممكن تشيك بالوول بالكيل ورا البوكس يا توكس. ننطلقوا في المباراة الراوند الثاني من بين أنوبس ونصر إيسبورت نتيجة 2-0 لحد الآن 2 مابس لصالح فريق أنوبس. يعتري النصر قد يحاولوا يدافعوا على السايتس نتاعهم تريبل آخر البهيب يعني فاكر من إيجاد كواد في الراوند الفارض بيسبانشط على كيرو وبهيب كواد أخرى يفصح أو يمحي تونا من السيرفر وهذا راوند ثاني لصالح فريق نصر. بعد يتخلص من ألفار وسبايد قاعد يلوج على الوجبة التالية على مستوى المنيو دي تنتظر فيه لكن به يوقف الشلبي عند حده هاتشوت في محلها بالفاندل وسبرين تعطونا كان أقوى وهو اللي يكتسح في هذه اللحظة. غياب الألتيميت من عند سوفا ممكن يعطي أكثر ثقة لاعبي النصر في او انوبس لانهم يعني يبحثوا على الديفيوز مكتسبها تشوتون تونا والثالث كيل ثالث لتونا اللي يهدي راوند 13 لصالح فريق انوبس يحطهم على خطوه وحيده من الانتصار. الفوز اذا كان ثالث واحد مش مشكل فالثاني ينتحم للزميل بتاعه. اب 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 شنو علاش كيفاش وقتاش ما هذا صح اصطفاق يا سلام من الآن فصاعداً هكذا لتعلم الموسيقى شادو ريمي فاسو. موجود ريز برضو في منطقة الهيفن ورهيت موجود الكام ممتاز ما ضرب الشوت اضطر انه يتراجع ولكن هالمرة حيضربها وحيجيب اللاعب شادو وحيرجع وحيعمل الريتيك مع بعض 5-4 حيدخل من خلف السموك. يا السلام يا ريز كمان كل ولكن ريكسس وماتريكس هم كل بكل. يا رهيب ارحمني يا رهيب يا رهيب مرة أخرى شوف كيف يدخل شوف السرعة والأداء بيقول له مش أنت الوحيد يا شادو أنا برضو لاعب ممتاز حيدخل مرة أخرى اللي يجيب الكروس طلع إيدك ولكن هو دخل عليهم بالسكاكين قبل تسلسل الفتر ولكن رهيت. نهائيات ولا أروع بكل صراحة من هذه الفرق ومن هذه المناطق قدموا لنا النهائيات ما رح ننساها بأي وقت قريب. لكن بعد 4 أسابيع من المنافسة 4 أسابيع من السترايك أرابيا قررنا من هما أفضل 3 فرق لكل منطقة وهذه الفرق راح يكون عندها فرصة الانتقام في الفيرست سترايك ابتداء من 3 ديسمبر وحتى 6 ديسمبر راح نشوف RVN وTU وArch Nemesis من الخليج العربي Fox Gaming Majesty وAlter Fox Esports من شمال أفريقيا Anubis Gaming نصر Esports وClash Egypt من بلاد الشام ومصر في منافسات مرة أخرى.